ما الذي ينبغي علينا أن نتخذه من إجراءات لضمان عدم الإضرار أو الضرر بنا بأي شكل من الأشكال؟ لأن الموضوع ده ما بيخشش فصيل دون فصيل، ده بيأثر مش على الإنسان بس، على الإنسان والحيوان والنبات. فالموضوع ده موضوع هام جدا. الاستعانة بالمخابرات لهدم أي سد يقام إذا كان فيه هذه الخطورة المحققة على مصر، لأن بعض الخبراء قالوا أن بناء هذا السد يعتبر حالة إعلان حرب على مصر. تروح فرقطات تزور باب المندب، عدن، يروح وزير الدفاع تفقد الحدود اللي عند السودان جنب أثيوبيا. التأثير النفسي على المصريين تاريخيا معروف أنه نهر النيل بيعطي الاستقرار لمصر والأمان، والناس بتنعم بالسلام أن المية مضمونة. أعتقد مشكلة المية هي المشكلة الأساسية، ودي هتعمل اضطراب نفسي للناس أنه إذا المية تأثرت الناس متوترة، هل المية هتيجي، هل هنشرب، هل هنسقي الزرع. فده دي نقطة نفسية برضو. وحضرتك عندنا فرصة تاريخية في وسط ما يحدث في مصر أن احنا نجمع الشعب المصري. هذه قضية تصلح أن يجتمع عليها الشعب المصري ونجعلها قضية يشعر بها كل مواطن، وسهل بيعها وتسويقها للمصري البسيط، مية النيل. يبقى في تدخل في الشأن الداخلي، ويبقى في تأثير على القرار وعلى الاختيارات في أثيوبيا، والمجتمع هناك مهترئ إلى أقصى درجة. وإحنا شفنا ده في زيارتنا، كانت حاجة يعني مؤسفة. وأعتقد إن إحنا نقدر نحقق نتيجة سريعة جدا، وإن لم نحقق نتيجة بالتغيير فنحقق نتيجة بالضغط والتأثير على قرار الموجودين الآن. والموقف السوداني الحقيقة يقرف، لأنه أقل بكثير جدا مما كان ينبغي. لكن خليني أقول لحضرتك إن نقدر نسرب معلومات على سبيل المعلومات الاستخباراتية، إن مصر بتسعى لشراء نوع معين من الطائرات لتزويد الطائرات في الجو، إن مصر بتسعى إلى كذا. هذا الضغط حتى ولو لم يكن واقعي، لكن هيوصل لنتيجة في المسار الدبلوماسي. إحنا في أثيوبيا لازم نبقى عارفين تأثير فرق كرة القدم بتاعتنا هناك، أبطال أفريقيا لسنوات، ليهم تأثير جبار زي الفنون وزي الفن، وعندنا تأثير كبير نقدر. وكله زي ما سيادتك عارف في أفريقيا يعني بيتظبط، كله بيشتغل وممكن يقوم بأي حاجة في سكته يعني. فدي مسألة محتاجة إن إحنا ننظر لها جديا، لأن الموضوع مش سهل يعني، موضوع ما فيش فيه زار. لكن هذه المعركة لابد أن تخاض بمنتهى الحكمة والهدوء والسكون، ولو الاجتماع ده سري ونقسم على ألا نسرب للإعلام أي كلمة فيه بأحسن، إلا بشكل مقنن عن طريق الأخت باكينان مثلا. عايز خطة أمن قومي رسمي شعبي، حتى لو عملنا خلاص ماشي كويس انك قلت لي، بس المبادئ العامة اللي هتكلم فيها مش سرية. المبادئ العامة اللي بتكلم فيها مش سرية. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل وليست مع أثيوبيا، وبالتالي خوض معركة، ما أنا رأيي ده. الاجتماع مزعل، لو بيقول لي اجتماع مزعل هوا فانا ما عنديش خطه سريه ولا حاجه. نقسم انا ما عنديش خطه سريه، لكن اللي انا هقوله ده بتعمله كل الدول، وتقال قلت لي من بدري بتعمله كل الدول اللي هي عندها مصالح اقليميه. ف حضرتك، نحن لا نحترم نيلنا، نحن نصرف في نيلنا، نحن نتبول في نيلنا، نحن نعامل النيل كأنه جزء للنفايات الشعب المصري من جنوب مصر إلى شمالها.